جي ام سي اكاديا واحد من انجح الاس يو فيز بالشركه الامريكيه، اليوم طراز جديد بمواصفات ممتازه راح ندور بتفاصيله بعد لحظات، خلوكم معنا. جي ام سي بطبيعة الحال موجودة بلبنان بفضل وكلاء شركة ريمكو او رسامي يونس موتور كومباني. معنا اليوم من الشركة مسيو ربيع عطلة. هاي ربيع. هاي جورج. يعني جي ام سي اكاديا فعلا جديدة بتاخذ العقل صح، شكلا مضمونا، وكنت عم بتقلي كمان وزنها اقل من الطراز السابق 330 كيلوغرام. 330 كيلو. بتعرف جورج انت اليوم بوقتها بده ينزلوا تقريبا 70 80 كيلو بالسيارة، بيعملوا دراسات كيف بده ينزلوا وزنها. اكيد اليوم جي ام سي نزلوا وزن السيارة 330 كيلو، صغروها شوي وحتى قوة السيارة زادت، وبعدها 7 سيترز. وبعدها 7 سيترز. واو. صح. بنحكي عن شكل السيارة أول شيء، ديزاين رائع جدا. مظبوط. خبرنا أكثر هالسايد فيو. هلا كسايد فيو كلاينز موجودة بالسيارة، سيارة أول شيء فيري أيروديناميك. يس. أوكي. صغروها بالطول قصرت 19 سنتيمتر وبالعرض تقريبا بال 6 سنتيمتر، صارت اهين كسواقه لمدام اذا بدها تسوقها، لانه قبل كانت كبيره كانت 8 سيتر ما كانت 7. اوكي سو هلا صارت 7 سيتر بالحجم اقل شوي، اذا هلا بتشوف بالسايد من هون مع الكرام الموجود على الماسكيت اللي بيعطي شوي لكجري صارت كومباكت اكثر. زياده للسياره من ورا كمان اذا بتشوف بين الاكزوست يلي بتعطيه الطابع الرياضي هالقضوي بالشيب الجديد والحلو مع السيجنتشر تبع الليد لايتس اللي موجود بيضوي اكيد بالليل. فعلا وين ما تطلع فيها للسياره ان كان سايد فيو فرونت او باك فيو، وين ما كان سياره حلوه يعني. سياره حلوه بتعطي لوك تبع جي ام سي مثل ما عم بتقول، يعني اداء الديتيلز مشغولين كمان بطريقه رائعه جدا اليوم بالجي ام سي اكاديا الجديد. الشكل صار كثير كثير حلو، عصري كثير. exactly. عم تشوف كمان ماسلز فوق الدواليب الخلفيه مع هالجنوطه كمان 20 انش اللي حن مع جن متل اللون تبعولهم. الكروم حلو كثير على البواب كمان. مزبوط. مع اكيد الامبلم دينالي اذا كان دينالي. روف ريلز كمان من الكروم. اذا بتلاحظ كمان جورج الكبسات الموجودين على البواب صار في عندك ايزي انتري، اذا معك مفتاح الانتليجنت كيف فيك تفوت من ورا او من قدام او حتى باجرك فيك تفوت صندوق اذا كان معك مفتاح. حلو كثير. هلا مع ما شفنا هالشكل وعم نرجع نشوف هالشيب الحلو كثير من الناحيه الاماميه لهالجي ام سي اكاديا الجديد مع الجريل الحلو، بدنا ننتقل للداخل. اكيد مثل عودتنا جي ام سي الفخامه كثير موجوده من جوا. بطبيعه الحال نحن بسياره جي ام سي، نحن بالاكاديا 2017، يعني الفخامه هو العنوان. صح. من وين بدك نبلش يعني؟ اذا بدي ببلش هلا بتقول لك شغله، اذا بدي احكي عن كل بارت بدها حلقه كامله عن جد. بس تنفوت شوي باللكجري اللي زادت بجي ام سي اكاديا 2017، الخشب اللي مستعملينه هو ريل وود فينيشينج موجود فيها مع الكرام، اذا بتلاحظ كمان بين البواب وبين التابلو وعلى مسكيت البواب كمان صح، وهالستيتشز اللي موجوده بالستيرنج وبالتابلو الداشبورد، بلس اذا بتلاحظ هالسكرين الكبير ال 8 انش مع نافيجيشن تاتش سكرين. نعمل زوم حتى تنفوت على الشارع كامل. Exactly. والأكيد خريطة لبنان صارت موجودة، في عنا 5 phones connection تاخد تليفونات مع بعض مع 5 USBs، أكيد Bose sound system، في عنا 4 كاميرات around view monitor sensors ورا قدام. الحلو فيها بلس إذا بدنا نحكي كدرايفر هون قاعد عندك هالمالتي فانكشنال steering wheel مع forward collision warning، الكرسي تبعه فيها alert package بترج إذا صار في حدا مثلا طالع عن جنبه أو من قدام إذا قرب كثير على السيارة قدامه، إذا عنده حدا هو طالع من الباركينج اللي اسمه ريد كروس ترافيك أليرت كمان بتنبه السايق إنه في حدا آخر من ورا. حلو كثير. بالأوبشنز اتس فولي لودد مع بانوراميك سان روف، عندنا دي في ديز ورا للولاد، فنتليتد سيتس، هيتد سيتس أكيد قدام وورا. يعني ليك نحكي صراحة السيارة بدها أسبوع كامل من أوتو فوكس لنحكي بالديتيلز تبعها باختصار. داخل كتير رائع مشاهدينا بهالتفاصيل الدقيقة اللي فصلنا عنها ربيع، ونحكي أكثر عن المحرك اللي كمان نشيط جدا لهالسيارة. مرة جديدة عم نرجع نستعرض هالشكل الخلفي الرائع لهالجي ام سي اكاديا 2017. ربيع كنت عم تقول لي انه السيستم الفور ويل نحن متحكم فيه صارت سلكتبل سلكتبل، هذا شغله كثير مهمه.
إضافة لذلك عرفت إنه السيارة بمحرك كتير نشيط. صح. هلا كمان صار عنا شيء جديد بالانجن، هو اول انجن بينعمل بهذا السيجمنت تبع السيارات. الموتور هو 6 سلندر، واكيد اذا كنا ماشيين بهاي واي بيعمل شاتر هو لتو سلندرز، يعني بتصير ماشيين 4 سلندر. هذا الشيء بيساعدنا لمصروف البنزين اكيد. حلو. واكيد بس نزيد دعسه البنزين نزيدها شوي بترجع بيمشي 6 سلندر وبياخذ القوه 310 حصنه توتال. اوكي، يعني اذا ماشيين على واق السياره مصروف بتمشي 4 سلندر. 4 سلندر 100%. هذا بيساعدنا كثير لمصروف البنزين. بلس الفور ويل صار اول ويل درايف، هو سلكتبل، فينا تكون عم نمشي فرونت ويل درايف وفينا نحطها اول ويل درايف، هي بتتحكم اكيد مثل ما هي بدها. اذا بدي فوت شوي سيفتي اللي هي اهم شيء اذا بدك بالسياره لا فاميلي، عم نحكي ب 14 ايرباج، واذا بدك هن 8 بس عندنا الموجودين على الروز فوق بيوصلوا لكل الباسنجرز من ورا لقدام. صار عندنا ني ايرباك جديد وفي ميد باوند ايرباك بين الدرايفر ويا اللي حدا، يعني سيفتي على الاخر 100% حتى 110% من ناحيه السلامه بداخل السياره. ربيع، هلا بدنا نشوف الستارتنج برايس لهالجي ام سي اكاديا ونشوف اذا في كمان اي اوفر موجود على السياره. ستارتنج برايس كثير اتراكتيف اكيد. صح. حسب الكاتيجوري اللي بدك، حسب الكاتيجوري اللي عم نخلق. اليوم الجي ام سي اكاديا موجوده عندنا بصالتنا ب 49900 ستارتنج برايس، السعر انكلودينج في اي تي. دورينج ذس مانث والنكست مانث اكيد بديسمبر عم نعطي ريت 2.99 على 3%. صح اكزاكتلي على التقسيط تبع هالسياره، بلس عم نعطي عليها 3 years free maintenance وزياده 3 years warranty. يعني اليوم زبون بدور سياره بس عليه يعبي بنزين ويفل على 3 سنين، غير هيك ما بيعمل شيء. مش غلط طبعا. اكيد انا بنصح الكل ينزل يسوق على السياره، السيارات موجودين عندنا تاست درايفز ان كان بشياح دبي او فيردان. اوكي، اليوم نحن عم نفتح كل يوم للساعه 7 ونهار السبت للساعه 6، سو اكيد فيهم يوصلوا لعنا اني تايم. ثانك يو ربيع على كل الانفوز عن السياره الرائعه جي ام سي اكاديا 2017. بنلاقيكم بسياره جديده من جي ام سي خلال الاسبوع. الى اللقاء.